السلام عليكم خياتي أزلف، لكنت نبدأ الفيديو كما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. أزلف لكنت تحذي، مرحبا يسكن الله شني، ومرحبا سيدي لن، مرحبا سيدي ديانان، أكني كنت قرايا الفيكلت. إن شاء الله على فيديو بسكي أكون تدفك في خير على خير. إن شاء الله أتليوك دي الخطر، كنت إن شاء الله هتسفيدي مثديس ولا شي طح، كان كني كنت قرار يلتكلت. اذا خياتي تابعوا معايا الفيديو، راح نعطيكم وصفه لتحليه تجي هايله بالليمون، تجي روعه 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 مع الصيام سورتو. تنحي لك هذيك الغمه تاع تاع الفطور، على بالكم كي نفطروا كامل نروحوا فيها. اذا هاد التحليه راح تنوضكم. اكني كنت ني راتي حداي لاوسه تبسقيني، كنت تخدم سلم ان شاء الله هات اليوك ديال الخطا، كنت سكسوكلي افقعني نمسي تفهم لاوسه. اذا خياتي بالنسبه للتحليه تاع اليوم راح نديرو التحليه بذوق الليمون، راح تجي هايله. هاتي حنايا سيد نخدم انديليس اللي اسعار من الكون اللي اشكل تسكيل اشكل تاع حنايا شحال يسهل فاصون لا كاين اللي تمزورف نستخدم سين الكيسانكيكي. اذا خياتي بالنسبه للمقادير تاعي، في الاول راح نستخدم زوج كيسان تاع الحليب، سير كيسان كيف كيف تحضير لي جيم شونون فاصون تسكيد لا روسي تاع كيس تحضير شحال تسهل يعني شحال تزيد سيم سيكتون اكيد كنت قرايه في كيكت و تزيد نتاع اسال نواتي حداي سنت رمجين لامارغارين المايزينا زوج مغارف كبار خياتي تاع مايزينا، وراح نزيد عليها زوج مغارف كبار تاع السكر، سنة طونجيني تاع حدايا السكر، السكر كيستاليزي، سنة نشط، إلا قد تدوثو بيث مولي صهر، راح نزيد عليها زوج حبات، زوج بون، رابيغ سنة تشينا ثاني تاع حدايا، صافي مكاينش نديرو تصاط، رابيت زوج حبات تاع الليمون. وراح ناخذ القشور تاعها، التحليه تجي ولا اروع. راح نزيد عليها هكذا زوج مغارف ولا ثلاثه تاع زوج سيترون، قلت لي حداي ثلاثه طونجينه كي كيني سيترون اسانو يعني انا قاسنا غادي في الدوب اسانو شطح لافاني وقليل من الفانيليا، وراح نديرها فوق فوق الفرن، شوف الفرن واقف حداي اتنال ديريكت اتنفذو، اما تعقد يدي في حداي هي كي راح نحرك كامل المقادير حتى نشوفها تحتاج. لكن تولي في حدايا تولي انت مكي تمشي تصبر البيروك لي، لكن نقارص قبيليت حتى انا مكي تخدم لي بولوك لي حنا كي ذاين. لكن من عثم زهور الثبور هنا خياتي كيما راكو تشوفوا الكريمه تاعي الاولى سي بون طابت، راح نجي نفررها في الكؤوس مثلا واش تروح تبش غير صبوم تمليحه في حدايا موش زعما مثلا مكينا هتخمم حبيبي شنو ما يزينو. هنا خياتي راح نحركها مليح ونخليها تطيب بيان سور مليح يا ذاك في حذي ادسا السميرة مكي كنت نيع الكي سنينو السميرة كي راك واش تمزولوت هاي تجا غادي يسمين ومن بعد دوغرا السميرة راك واش نيني ظن ما تبينها من فعل واحد. هنا خياتي راح نجي نفرغ الطبقة الأولى ومن بعد نخليها تكوتي ونخليها تبرد، السيارة تتسكركي غير كوم جا حتى حدا ماشي دي دوك
تعنيش وجدت كسا كان شبح عينك دي لنك سفل راح نخليها خياتي حتى تبرد باش نجي ندير الكريمة الثانية. هنا خياتي بعد ما بردت لي بردوا لي الكيسان تاعي راح نجي ندير الكريمة الثانية. كذا مسيح هذايا برمي شعور صبو شطح الكيسانينو حتى ساعة الخدمة لكن من غير نرسو فلو بون ساعة باقيني نص الكاس نليم عندي نص كاس تاع الليم وعندي ربع كاس تاع الماء يقعد ربع الكاس وبما انا في حداي باقي سعر ثاو نجي في النص لا مايزينا عندي مغرفه ونص تاع مايزينا مع ثلاث مغارف تاع السكر. هنا السكر على حسب الرغبه خياتي تقدروا تزيدوا شويه انا راح نزيد وحده هكذا صافي درت ربع مغارف تاع السكر لكن كنت نعرف حبي في المصافي أربعة طون جايين من السكر روح راح نزيد عليها هكذا نورمالمون راح نزيد ملون غذائي اصفر بصح انا راح ندير باتاغون تاع الفانيليا على خاطر ما عنديش الملون الغذائي كي كنت نعرف هذا نورمالمون سانو كولور اوراق يمكن سي غا كولور اوراق جيسبيغ بيان ان ديفاغ اوراق خاطر هما ديفاغ اوراق مليح باش كي ندير فيك شبحة دخل دي فاض اورا من كيفني فاض اورانج جامي خدمه الحاجه سوا سوا صافي حبيبي 100 فاض اش كي سمعني سي با غراف هنا خياتي راح نديرها فوق الفرن وراح نطيبها برك بالعقل لكن كنت ناتي حبيبي قلت لها سفلو الفرنو اسبو مسكين سلا عقل كيف تسلو الوقت بيان سور تحاري كيما تاع وتجي مثال احسن ما كنت تسقى لا مايزينا نيت ودا غادي تروح يروحك نشوف ثاني هذيك النتيجه تاعي خياتي في اخر حتى انا كيف يمكن دي فغ يمكن دي فغ واحد الوضع اللي نقولو في هاد الساعات حداي اتسمينا سفلى الكيساني نخدم الواحد ديالهم في راتي حداي اثنين غار في جدي هذه السنه شويه ومن بعد دو غارات ولا كنت كنسمع خدمه غا لا ديكوراسيون سوفلا تفاصلا لا ديكوراسيون سين سوفلا صلا كريم شانتي اكوز تشربوط الفلون سيترون اكوز شنو نظن اكوز طاح يفك ذا يقسع اذا خياتي راح نديرهم في الثلاجه باش يبردوا ومن بعد راح نشوفوا معايا التزيين التزيين تاعو راح ندير كريم شانتي مع علبه فلون تاع الليمون زائد شوية حليب هذا ما كان ويجيو روعة ذاقية في حذاي ميس مضنا كلي أكني كنت دينا راكري مني خدمة سيد فكاع كنت دي ليزان جريديونز أدى ساق أتس ديكوريا أكني هو لحسب مشي تسنم ثنا مشي ثوا عام ثنا شو ساعة ثنا غول كنت كخام ماشي أوبليجي أتخدم شو خدمة عن كيني ذاقي تفاصل عثي حذاي لارس تاقي تسكيد ثفنين ما شاء الله على كل حال سيم سيت كانو تيزي تمثال لكن كنت قرا يالتي كلت اذا خياتي بالنسبه للتزيين تاع الديسير تاعي راح نزينو بالطريقه اللي نقدر عليها ولا الطريقه اللي نعرفها حاجه بسيطه فقط ديكور خفيف ويجي رائع هذا ما كان استعملوا المتوفر عندكم وسيو هذه الوصفه تجي هايله هايله هايله
هذا ما كان. بالنسبة للتزيين من الفوق أنا راح ندير برك قشور ليمون هكذا خفيفة وشوية شوكولاتة من الفوق. هذا واش درت بالنسبة للتزيين من الفوق. لكن كنت ناتي حذي يعني كيت فاصون أثاك تسوي مثل أسخذ معك أنا كشي طوح لزيست نسي طوح سوفلا أكل شي طوح نشي كل سوفلا كي يزمى ذكي كي مرسون شي كولا يزمى ذكي شي طوح كذا ذا رقيقة أنا الكلي سرسغى السوفلا ذاي كي نسخذ معك فاصون تحوى جازة معك كي الحاجة لدي كواسون سوفلا خطر تغير فيت الفنانس ذاك كنا كنت دينا. الى هنا خياتي لحقنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم وان شاء الله راح نسيوه. ما تنسونيش برك باللايك وبالابوني والبارطاج مع العائله تاعكم باش تكبر القناه تاعنا وان شاء الله راح نزيدوا للقدام. هذا ما كان وما تنسونيش بالكومنتير اللي يشجعني ويطلع لي المورال. هذا ما كان. اي هي كاتح ذي كنت ديني قمم في ذي لهنا ذي تلويث الله فيديو ديستون ان شاء الله ان شاء الله لا فيديو بس اكيثو سيدو كل خطأ ان كنت سيم سيد دي سيارة قد يكون تفكير ان شاء الله اكون تعجب اشو نظر يتسيم ثلاث لايك الابوني اكد البارتاج اكد كومنتير لعليك اني كنت قرار يلثي قلت يلثي قلت يلثي قلت اكون تديني غدا غن اولي كنت كنت امثى ممثى غامي كنت كنت مرحمة ارثي مليث ذي لا فيديو ديستون ان شاء الله. باي باي.